عمري لا تبكيش، الماضي ما يوليش، اسمح لي غدا نخليك انا متنازل عليك. يا عمري لا تبكيش، الماضي ما يوليش، اسمح لي غدا نخليك انا متنازل عليك. متابعي قناة أشواق تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستضيف في هذا اليوم الفنانة منى أنجيل، الفنانة التي عرفت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعدة تدخلات فيما يخص جواز التلقيح وعدة مواضيع أخرى. نستضيفها اليوم في إطار إنشائها للعمل الجديد أغنية غير خليني. اليوم إن شاء الله منى غتهضرنا على هذا الجديد ديالها، وتعرفنا على هذا العمل هذا عن قرب، في نفس الوقت أنها غتهضرنا على الجديد ديالها من بعد هذه الأغنية هذا، وأيضا تهضرنا على واحد الفيلم اللي قامت بالإنتاج دياله مؤخرا. فيلم رائع جدا، كيعالج بزاف ديال المسائل في الحياة أو في المجتمع المغربي. إذن منى مرحبا بك أختي. أولا السلام عليكم، كيف عاملين؟ كنتمنى تكونوا دائما في أحسن حال. معكم منى أنجيل. طبعا يمكن كاين اللي كيعرفني في ديك الضجة اللي عملت في مظاهرة ديال طنجة، وأغلب الناس ما كانتش كتعرف شكون هذا منى أنجيل. خرجت ووضحت شكون أنا. منى رجعتي للفن من بعد ما قطعتي على تقريبا 10 ولا 7 سنوات على ما أعتقد، شنو السبب؟ 10 سنين يمكن. انا كنت قطعت على الساحه الفنيه بسبب اميره سعوديه، هذه مع عمري قلتها، يمكن كنت حصريا كوقعوا لي مشاكل مع واحد الاميره، وحكيت عليها بزاف يعني لواحد الدرجه كبيره، لدرجه انا صافي كرهت كل شيء، وليت باغي صافي نحيد وصافي، ما بقاش عندي الغرض بديك الساحه، بحال اللي بقيت كنشوف ديك الساحه ما بحال واحد مستنقع ما صلح ليش. فسمحت في بالجمل كما كيقولوا، سمحت في الجمل بما حمل كما كيقولوا مانيس. رجعتي هذيك الايام اغنيه غير خليني، غير خليني الاغنيه شويه على الكلمات ديالها في نفس الوقت على الملحن ديالها. انا قبل ما نعمل هذه الاغنيه غير خليني، كنت عملت اغنيه واحده اخرى الحب القاتل، وكنت سجلتها هنا في طنجه قبل ما توقع المظاهره ديال طنجه، ولكن سعرت عليها للنصب، يعني السيد اللي سجلت عنده خدا لي الفلوس وما عطانيش الاغنيه، عطى لي اغنيه خاويه عي الصوت بوحديتو، يعني جاب لي فلوس بي، يعني باش قول البنيه هو جاب لي فلوس بي، انا ما مفروض انها كاينه. انا مشيت للدار ما لقيتهاش، بقى يقول لي واقيلا استك اجين ستوديو، مشيت للاستوديو في الاخر يقول لي لا جاتني صعيبه شويه، عرفتي شنو غدا نعملها لك، انا غنمشي للرباط كذا، بقى عليا بكاكا صافي، حتى ما بقاش في داك الاستديو، كان عنده استديو في الخربه حدا اهلان، وسجل الفنانين الكبار دابا هذا. ومني بقيت كنسرع عليه مؤخرا قالوا لي عنده استديو حدا المجمع الحسني حدا الملعب. هاد الاغنيه هذه ما تخدات منك واش صافي واش تاع في بلاصه؟ لا، حيت انا ملي عرفت داك القالب الدار لي مشيت من بلاصه نزلت منها مقطع في القناه ديالي باش تبقى في سميتي بالتاريخ وبداك الشيء، فهمت؟ بالنسبه للاغنيه غير خليني عملتها عملتها مؤخرا، كانوا شي فنانين في مخرجين وفنانين في الوسط الفني يعني معروفين مخرجين كبار مغاربه، شجعوني قال لي منى خصك ترجع للصحه وديك الشيء وهادي، ونعمل لك حنا كليب على حسابنا وكذا. وفعلا يعني نعتبر انه عملوه، وكنقدم كل الشكر لدريس الروخ الجميله، ايضا محمد مفتكر ثاني قال لي لا بغيتي تجي كازا نعمله لك، بزاف ديال الفنانين ومخرجين معروفين يعني بغاو يساعدوني نظرا للصداقه اللي كتجمعنا، كان وما قدرتش نمشي لعندهم. غير خليني، هاد الاغنيه كتهضر على الحب والرومانسيه، ولانما هاد الاغنيه عندها ابعاد، لان حتى الكليب اللي كان غيدير كان غيكون كليب ما يفهموهم الا الفلاسفه، كليب غيكون عميق، ساعه ما كتبش الكليب هاد الاغنيه كتهضر على الخيانه، وكتبين علاش الانسان ملي كيكون طيب ومزيان ملي كيتعرض للخيانه كيتقلب الانسان شرير.
فمني غتفرجوا في الاغنيه غتلقاو كاين جوج شخصيات، كاين شخصيه واحد شخصيه صوتها غليظ وشخصيه صوتها رقيق، عاد صوت الفنان اللي غنى معايا غنهضروا عليه من بعد. هذا العمل هذا عمل مشترك بين الفنان ده. بالنسبه للالحان، الحان واحد الفنانه امريكانيه سميتها ميليسا، كلمات ديالي انا، غنى معايا واحد الفنان ما كيبغيش يبان هذاك بساتا، هذاك اسم الاسم الشهره ديالو الماراي، الماراي كتعني روح الراي بالاسبانيوليه كتسمى الما. بالنسبه في الجينيريك دايره شكون داكشي اللي كتب ولي لحن فين سجلت وداكشي كامل. ما كنتش عندي الامكانيات كما قلت لكم، داك المخرجين واخا عرضوا عليا داك العرض اني نمشي عندهم ولكن هما في كازا، انا ما قدرتش نمشي وهما ما يمكنش يجيبوا ليكيب كامل معايا لهنا لطنجه، فانا كنت درت مع شي مخرجين مبتدئين في طنجه انهم يساعدوا مع داك المخرج الكبار بيكون ويطلع اسمي مع الاسم ديالهم كعمل مشترك، وانما ما كانش الوقت كافي، جات كورونا، جا هاد المظاهرات، جات الروينه، صافي قلت هادي نفوتها واخا غير كبت صور اوديو، وفي ان شاء الله العمل الجاي يكون كليب. نفس الايام تقريبا كنت عارف على الاغنيه، عدلتي واحد الفيلم اللي عالجتي فيه بزاف ديال المسائل، وفي نفس الوقت ان هذا الفيلم هذا في الشخصيات ديالك كيتقلب من شخصيه لشخصيه، شخصيه رجل، شخصيه طبيبه، شخصيه انسان عاديه في المجتمع، بزاف ديال الحوايج. كيفاش جاتك الفكره انك تعدل هذا الفيلم؟ الفكره جاتني لاني كنشوف داكشي كاين في المجتمع ديالنا كنعانيو منه بزاف، كتمشي للسبيطار كتلقى مشاكل، يعني واحد كيموت واحد كيسولو على الجواز، فداكشي بقى فيا الحال، وقدر قلت نعمل واحد الفيلم قصير نعالج به هذا الموضوع هذا باش الناس تفهم. داك الفيلم درته بوحديتي، ما كان معايا حتى واحد، كنت بوحديتي كلشي 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 بوحديتي، وعملته في واحد الوقت قصير بزاف، تقريبا كنظن واقيلا ديك الوقت ما فاتش 10 ديال الدقائق. جاتني بوحدي، ما عرفتش داكشي كيف كينزل عليا، عندك الكلمات ملي كنكون كنكتب اغاني، لا دخلت لقناه الاغاني ديالي انجل ميوزيك مونا، راه كاع الكلمات اللي غتسمعهم كلماتي والحاني، وداكشي كينزل عليا بوحدو، انا ما قرتش الموسيقى، وكنلحن وكنغني وكنكتب، داكشي كينزل هكاك، ما نزلت السيناريو ديال الفيلم بالزربه، ما كتبتوش شي، هذاك غير ارتجال، داك الفيلم اللي درته مجرد ارتجال وطلع مزيون. بالنسبه لي انا ديالي غتشوفوني، بالنسبه واش في اعمال اخرى كبيره قدر لا عيطوا لي اعمال سينمائيه، قدر بما اني انا منحكه في الوسط الفني مع اشخاص من في الساحه الفنيه سواء مخرجين ولا فنانين، فان شاء الله علاش لا. بالنسبه للجديد ديالك في مجال الاغاني، الجديد ديالي غيكون جوج اغاني، واحد الاغنيه شعبيه ديال جدوان غنجددها وغتكون اغنيه راقصه ديال اتعدل فيديو كليب، وتكون راقصه غتكون مزيونه بزاف، واحد الاغنيه ديالي باللغه العربيه الفصحى بستايل غربي، موسيقى غربيه والكلمات باللغه العربيه الفصحى، العنوان ديالها لا مش ما تفكرتوش، كانوا جوج كيتخالفوا لي بين الحب القاتل وبين انا احترق. اذا شنو تقدر توعد الجمهور؟ شي حاجه اللي تقدر توعد بها الجمهور اللي كيتابعك؟ الجمهور اللي كيتابعني انا كنوعدو يعني بكل خير ان شاء الله، واكيد غيكون جديد، ودائما انا معاهم، انا عمري ما تقلب ضدهم، ولا دخلت وسولت الجمهور اللي متبعني انا بعدا كنجاوب على كاع التعاليق، كنحفظ الاسماء ديالهم ديال اللي كيتبعوني، حافظه اسمائهم، كنتواصل معاهم في الفيسبوك في الانستغرام. طبعا طبعا شوف كاع الفنانين حاليا من اللي كنشوفهم دابا هنا كيوصل لواحد المستوى صافي ما كيبقاش يهتم في الجمهور، الجمهور كيولي عنده عدد، كيولي عنده الجمهور واجب ولايك ومشاهده صافي، ما كيهتمش كيخرج شي فني توحشتكم والله، باش توحشتهم انت ما كتعرفهمش اصلا، عارف انت الظروف ديال كل واحد فيهم، انا لو قلت توحش الشمره كنكون كنعرفهم. منى بالنسبه للاعمال اللي قدمتيها سواء فيلم اللي نزلتي سواء الاغنيه الجديده، واش كاين عليها شي رواج ولا شي اقبال؟ يعني كاين الناس كيعجبها تشوف داكشي متصور؟
طبعا كاين، لانه الناس اللي كيبغوني انا متبعني كاين. انا القناه ديالي كانت هبطت لي لاني ملي كنت هضرت على داك الشيء على داك الموضوع الحساس عطاوني بلوك. حضرت اسبوع باش ما نعاودش ننشر شي حاجه، في داك الاسبوع اللي انا ما كننشرش المشاهده هبطت لي بزاف. الفيديوهات ديالي ما بقاوش يطلعوا في اليوتيوب ولاو كيعملوا الاخفاء. انتما كتعرفوا هذا الشيء، يعني كيحاربوك بما انك انت عارف انك انت كتهضر على شي حاجه حساسه وباغا تفضحهم، كيبقاو يخبيوا لك داك الشيء كامل. انا كنتمنى الناس اللي كتشوفني، بما ان كاين هنا هناك ناس كتحاربني لاني كنحاول نوصل شي ميساج معين، فخصهم هما الجمهور يدعمني. علاش؟ لان ما عندي غير هما، الا ما دعمونيش هما فما يبقاش داك الشيء بان اصلا. حيت بزاف في شي اعلانات ظهروا فنانين كيهضروا على شي حاجات باللي باغيين ينكروا الاشياء اللي كنقول انا. فانا مأكده ومأكده انه بزاف ديال الفنانين مشريين وكيروجوا الافكار المعاكسه اللي كنقول انا وكذا، لانهم مشريين. وطبعا هما هادو منهم ومنهم ما هضروشي. اسماء فنانين عالميين كبارين مغاربه عالميين وصل العالم يرا اكيد تكونوا عرفتوهم شكون هما. بالنسبه لهادو اسمحني قاطعتك، بالنسبه لهادو اللي ضربوا فيك مثلا والمصداقيه ديالك شنو كتقول، واش عندك بهم شي علاقه قريبه؟ طبعا كانوا اصدقاء ديالي، واصلا هادو كلهم دابا راه وصلوا على كلامي. شنو كنت كنقول انا كله والناس وصلوا له. شنو كنت كنقول انا داك في ديك الايام، الناس عاد توصلت لداك الشيء وشافت داك الشيء وعرفت ان داك الشيء اللي كنت كنقول انا حقيقي. وانا جبت لهم ادله، انا ديما كنقول انا جبت وليتوما ادله باللي انا على خطا، وانا نجيب لكم ادله على اني انا على صواب عادي. اخر رساله كتبت لها الجمهور ديالك ولا الجمهور ديال القناه ديالنا قناه اشواق عاد بالالكتروني؟ كنوجه تحيه كبيره وكنقول لهم كنبغيكم بزاف ودعموني. انا محتاجه للدعم ديالكم لاني انا فعلا حقا راني كنتعرض لواحد الحرب بارده، لا من قبل اليوتيوب ولا من قبل فيسبوك. راه دائما بلوك عندي، دائما حاضر عندي، والفيديوهات ديالي كيبقاو يطمصوا. راه كوقع لي مع الاميره باش بقاو ثاني اغاني ديالي يطمصوا، ودابا هنا كيوقع لي في هذه المواضيع ديال الفيديو ديالي كيطمصوا. فانا الرجاء ديالي في الجمهور المغربي والعربي فقط. للتذكير اللي بغى يتابع الاعمال ديالي اللي كنهضر فيها منوعه، يعني على هذه المواضيع اللي تبنت بها وداك الشيء، تدخل يكتب مونا انجل في يوتيوب غيلقى قناه سميتها انجل ميكس، هذه ديال المنوعات. واللي بغى الاغاني ديالي يسمع اغاني ديالي تدخل يكتب انجل ميوزيك مونا، انجل ميوزيك مونا هي غتبان داكو مكتوبه. ونتمنى يعني تتقبلوني وتقبلوا عليا وديك الشيء. وشكرا، شكرا، ربي يخليك. شكرا شكرا، ربي يخليك، مع السلامه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.